أستاذ ياسر أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. إذن اللقاءات لا زالت مستمرة والاجتماعات مستمرة مع ديم ستورا والوفدي المعارضة والنظام، كيف تتوقع أن تخرج هذه اللقاءات؟ ديم ستورا يلتقي اليوم مع وفد النظام ويلتقي غدا مع وفد المعارضة. وفد المعارضة قدم له منذ عدة أيام رؤية متكاملة عن المرحلة الانتقالية، فيها توصيف شامل لطبيعة هذه الهيئة الحاكمة التي ستتولى كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية والمنبثقة في تفسيرها بذلك وفق قرار مجلس الأمن 2254 المعتبر مرجعية لهذه المفاوضات. كذلك الأمر وفد المعارضة يعد توضيحا لكل الاستفسارات التي تقدم بها المبعوث الدولي ديم ستورا الى كلي الوفدين، وبالتالي هي يعني تتهيأ بشكل ايجابي وفعال لتنتج مفاوضات ناجحه تفضل الى حل سياسي ينتهي بالانتقال السياسي. وفد المعارضة يعني متماسك ويعرف كيف يرسم خطواته بشكل جيد. يبدو بأن وفد النظام يتخبط قليلا ويبدو مرتبك لأنه يشعر بجديت المسألة هذه المرة في هذه الجولة. الموضوع يتعلق بالانتقال السياسي، والانتقال السياسي يعني رحيل النظام، وبالتالي يحاول أن يشتري المزيد من الوقت ويحاول أن يحرف المفاوضات عن مسارها. وبالتالي الورقة التي قدمها لديم ستورا فيها 10 نقاط لا يوجد فيها أي شيء يشير إلى الانتقال السياسي، فيها مفاهيم عامة حول وحدة سوريا وسيادتها وحول قضايا أخرى تعتبر مبادئ، هذه لا خلاف عليها، يعني لا تحتاج إلى تفاوض لأن كلا الطرفين متفقين عليها. الموضوع الأساسي الذي دعت إليه الأمم المتحدة هو مفاوضات تفضي إلى حكم ذو مصداقية شامل وغير طائفي وفق بيان جنيف، وبالتالي هو هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات. وهذا ما يحاول وفد النظام الابتعاد عنه وتسويفه، وبالتالي يظهر لدينا يعني اعتراضه على الموعد المقبل للجولة التالية للمفاوضات، حيث يعني طلب تأجيلها يعني إلى ما بعد منتصف الشهر القادم، فيما ديم ستورا قد أعلن بأنها ستكون في 4 من الشهر المقبل. وفد المعارضة يبدو متمسكا باستمرار. على ما يبدو أنه فقدنا الاتصال بالأستاذ ياسر الفرحان، على كل شكرا جزيلا له، عضو الائتلاف الوطني السوري كان معنا من اسطنبول.